أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تقرأ قصة سر النجاح، قراءة جهرية معبرة تميز أيضا بين اللام الشمسية والقمرية والنكرة والمعرفة. عزيزي الطالب، للقراءة فوائد عظيمة حيث تهذب الفرد بما يقرأه من علوم وآداب وتريحه من الإجهاد والإرهاق، لا سيما إذا ما قرأ كتب الأدب والروايات، وتنمي مهاراته الكتابية وقدرته على التفكير التحليلي من خلال تحليله للمعلومات وربطها معا، كما أنها تنمي الذاكرة وتنشطها وتدفع الفرد لتحقيق التمييز في حقول المعرفة والدراسة، بالإضافة إلى أنها تبعد الفرد عن الوقوع في المعاصي التي تسبب بها أوقات الفراغ، ونتيجة لهذا كله يعم صلاح المجتمع، فلا جهل ولا فسوق ولا طاقات شبابية مهدورة. الإنسان القارئ يعيش عمراً معرفياً أكثر ممن لا يقرأ، فمن يقرأ كتاباً كأنما عاش تجربة هذا الكتاب بكل حذافيرها، فالقراءة مكافأة ثمينة يقدمها الإنسان لنفسه كي يكون إنساناً مثقفاً يقطف من كل بستان وردة. فالقراءة مثلاً بستان ورود المليء بالكثير من الأزهار الملونة ذات العطور الزكية، ومن يقرأ يستطيع أن يشم هذه العطور جميعها ويملأ روحه طاقة إيجابية. النكرة والمعرفة. ينقسم الاسم من حيث الدلالة على المسمى إلى نكرة ومعرفة. فالنكرة عزيزي الطالب هو اسم يدل على غير معين أو شيء شائع غير محدد أو عام، مثال على ذلك طفل، تلميذ، طائر، وردة، لعبة. فكل هذه الأسماء السابق ذكرها شائع الدلالة لا تدل على كلمة معينة، فكلمة طفل على سبيل المثال لا تدل على طفل معين نقصده، وهكذا في باقي الأمثلة على الاسم والنكرة. الاسم المعرفة هو اسم يدل على مسمى محدد ويكون ذلك إما بذاته أو بنفس اللفظ أو بقرينة خارجية، وهذا ما سنشرحه في السطور التالية. مثال على ذلك أحمد، الطفل، هذه، وطائر النورس. فاسم أحمد عزيز الطالب يدل على مسمى معين أو شخص بذاته، كذلك كلمة الطفل فالمقصود به طفل بعينه وليس أي طفل في العموم، طائر فأنه معرف بقرينه وهي إضافته إلى معرفة. أما الفرق بين النكرة والمعرفة، كلاهما يدلان على شيء معين، وهذا يساعد على فهم المقصود من الكلام، وإذا لم يدل على كل من النكرة والمعرفة على شيء معين لن يفهم المراد بالكلام. ولكن الفرق بين النكرة والمعرفة يكمن في أن النكرة تدل على معين في ذاته، أي أن السامع يعرف عمن تتحدث، لكنه لا يلاحظ التعيين. فعندما نقول بنت فأنت تعرف أن الاسم تشير إلى معين وأنت تعرفه وتعرف صفاته، ولكنك لا تعرف أي بنت على وجه الخصوص، وهذا ما يجعل كلمة بنت نكرة. أما المعرفة يشير إلى معين بعينه، بمعنى أنه في لفظ المعرفة ما يشير إلى أن السامع يعرفه. فإذا قلت البنت في حديثك فأنت تعني الشيء، نفس الشيء الذي يعرفه السامع بالتحديد، فهي بنت بعينها يعرفها السامع والمتحدث. اللام الشمسية واللام القمرية من حيث التعريف. تختلف كل من اللام الشمسية والقمرية في أن اللام الشمسية هي اللام التي تكتب ولا تلفظ في أثناء القراءة، وتأتي الحروف بعدها مشددة أو مضاعفة. اللام القمرية هي اللام التي تكتب وتلفظ في أثناء القراءة، وتكون حركة اللام السكون دائما وتأتي الحروف بعدها غير مشددة. اللام الشمسية والقمرية من حيث التأثير على الكلمة. كلمة الباب دخلت اللام القمرية على كلمة باب ولم تؤثر في حركة الحرف الذي يليها، وكانت حركة اللام السكون. كلمة الدرس هنا دخلت اللام الشمسية وأثرت بها فأصبح الحرف الذي يليها الدال مضاعفا، فلهذا يجب وضع الشدة ولتوضيح أكثر كما في كلمة الدرس أصلا. نستنتج مما سبق أن اللام الشمسية واللام القمرية تؤثر على الكلمة التي تضاف عليها، فيصبح الحرف الذي يليه حرف اللام مشدد، بينما اللام القمرية لم تحدث أي تأثير على الكلمة المضافة إليه. عند إضافة اللام إلى كلمة الشمس تصبح الشمس، وتلفظ الشمس، أي أن اللام لا تلفظ، بينما عند إدخال اللام على كلمة قمر تصبح الكلمة القمر، أي أن اللام تلفظ وتكون حركتها السكون. وبناء عليه فإن الحروف التي لا تنطق بها اللام سميت بالحرف حروف الشمسية، في حين يطلق على الحرف التي تنطق بها اللام بالحروف القمرية. الحروف الشمسية عزيز الطالب هي تاء والثاء والدا والذا والراء والعين والسين والشين والصاد والضاء والطاء والظاء والنون واللام. وقد جمعها أحد الشعراء في بيت الشعر، وتتمثل في الحروف الشمسية في أول حرف من كل كلمة من كلمات بيت الشعر.
أيضا حروف قمرية جمعة في جملة لتسهيل حفظها، وهي حج غبي فك مخه وقع. كل ذلك هي تكون عبارة عن حروف القمر. شاكرة لكم حسن استماعكم وتعاونكم.